نورت الشام. موجودة. تفضل. شكرا. كيفك؟ منيحة. عظيم. كيف شغلك؟ المهم إن رجعت على الشام. هي أكيد. بس الأهم إنه أنت رجعتي. بتكفي ما؟ معك حق. على الأقل هلأ صار فيني أشوفك أكثر. جيدة، أفكر أقول لأمي وأبي يحكوا مع خالتي أم عليا. شو رأيك؟ اللي بدك يا. أنا بدي. وأنتي؟ إيه ليش لا؟ يعني أنا البداية جيدة موافقة عليه. الأولاد متفقين. خلص معناتها نحن ليش عم نحكي مع بعض؟ بعدين سعيد ما بده واسطة، يروح يحكي مع أخواتها. إلا كان أنا بهاليومين بحكي مع أبو سامي بخليه ينزل هو وسعيد على الشام ويطلبوها من أخواتها. خير إن شاء الله. دخلك رؤية شو أخبارها؟ آخ آخ يا أم علي، لا عاد ليلي ليل ولا نهار نهار من وقت ما ربيت. عم تحاكيكي؟ بحاكيها وقت بيكون أبو سامر برات البيت. هو مو قبلان لا يحكي معه ولا يصالحها، وراسه وقرف سيف إنه ما عنده بنت اسمها رؤية. معلش، معه بيلين. الله يسمع منك، والله ماني مطمنة وهي بعيدة عني. دخلك هي حابة ترجع؟ كتير بس خايفة.